احنا اشتغلنا على هذه المخططات، وكل المشروعات اللي بتتعمل بناء على تخطيط الدولة بتكون حطاه، لكن الأهم هو الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة المستمرة والدؤوبة من القيادة السياسية للحكومة وكل أجهزة الدولة إن لازم هذه المشروعات تتنفذ بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة. وسرعة الوقت ببساطة شديدة عشان نعوض 30 40 و50 سنة كانت هذه الخدمات والمرافق مهملة نتيجة لظروف الدولة المصرية كانت بتعاني منها. فما نقدرش إن إحنا نمشي بالمعدلات الطبيعية، لازم عشان نعوض ونتجاوز هذه الأزمة لازم نشتغل بمعدلات غير مسبوقة. كل تخطيطنا وتنفيذنا كان بيهتم بثلاث محاور رئيسية: تنمية بشرية، تنمية اقتصادية، وتنمية مكانية. ويمكن ده دايماً بيتقال، إن يعني دايماً كان بينظر إن فقط إحنا شايفين عشان بنلمس الجزء المادي اللي هو متمثل في المحاور والإسكان وشبكة الطرق، بينما الدولة المصرية الحقيقة كانت كل استثماراتها وجزء كبير جداً من استثماراتها في البني آدم المصري نفسه، في الخدمات الكثيرة اللي هو كان بيعاني من نقصانها. لكن عندنا إجمالي في المحافظتين دول فقط من استثمارات في الفترة من منتصف 2014 لغاية نهاية الشهر الماضي تجاوزت 812 مليار جنيه. في بناء الإنسان كان عندنا الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، أنفق وضخت استثمارات ب 46 مليار جنيه في هذه الفترة للمحافظتين. ده اللي بينعكس في عدد الفصول اللي زادت ما بين 2014 ل 2015 في كل محافظة. في اسكندرية زادت بحوالي 21%، وفي البحيرة بحوالي 18.5%. القفزة الكبيرة كانت في التعليم الفني، احنا وصلنا الى زيادة 57% في اسكندرية و 51% في البحيرة، لان الدولة كانت حاسة بمدى الأهمية هذا التعليم وانه بيخدم قطاع الصناعة وقطاع العمل، بحكم ان هاتين المحافظتين قلعة صناعية وقلعة زراعية. وكان الأهم كمان تقديم مستوى معين من المدارس ما كانش موجود قبل كده ولا الدولة كانت بتقدمه، وده كان متمثل في المدارس الدولية، المدارس المصرية اليابانية اللي موجودة في كل حتة في مصر ومنهم طبعاً المحافظتين. لكن معاهم أيضاً كان تطوير شامل للمباني التعليمية القائمة اللي كانت بتعاني من إهمال، ونعمل لها نقلة نوعية كبيرة جداً. على مستوى التعليم العالي الحقيقة في قفزة هائلة الحمد لله الدولة المصرية قامت بيها في خلال الثمان سنوات دول. لما نيجي نبص للمحافظتين دول فقط أكثر من 40 مليار جنيه استثمروا في سواء في تطوير جامعتي اسكندرية ودمنهور القائمتين، ولكن الإنشاء الجديد طبعا تمثل في الجامعة المصرية اليابانية، جامعة برج العرب التكنولوجية اللي كان سيادة الرئيس شرفنا بافتتاحها النهاردة، جامعة اسكندرية الأهلية اللي جاري تنفيذها، وجامعة سنجور، بالإضافة طبعاً للعديد من المستشفيات التعليمية اللي الدولة المصرية نفذتها. جامعة برج العرب التكنولوجية سيادة الرئيس كان مشرفنا منذ يعني دقائق قليلة بافتتاحها وتفقدها، ولكن عندنا الصرح اللي برضو كان سيادة الرئيس افتتحه، جامعة المصرية اليابانية اللي بحق هي مدينة متكاملة علمية. والحمد لله النهاردة بتجتذب مش بس المصريين ولكن أيضاً كل الوافدين من الدول القريبة، إن النهاردة بقت دي مقصد نتيجة لتميز مستوى التعليمي في هذه المدينة. لكن على مستوى جامعة دمنهور كان في تطوير شامل لهذه الجامعة باستثمارات أكثر من 1.6 مليار جنيه اتصرفوا على كل تطوير كل المباني اللي موجودة في هذه الجامعة، بإنشاء كليات جديدة، بإدخال كل التقنيات الحديثة. وجامعة سنجور النهاردة اللي فعلاً جاري تنفيذها ويعني قرب إن شاء الله إنهائها في مدينة برج العرب، والحقيقة برج العرب وده كان جزء من التطوير الحقيقي عشان نجعلها جاذبة النهاردة، بقت فعلاً مركز تعليمي على مستوى العالم. عندنا الجامعة المصرية اليابانية، الجامعة التكنولوجية، جامعة سنجور، مدينة التعليمية، بقى عندنا النهاردة زخم من الجامعات اللي لوحده بيبقى يخلي دي المدينة بقت نقطة جذب كبيرة جداً في هذه المنطقة. المدينة العلمية لجامعة اسكندرية اللي نموذج النهاردة بيتعمل في منطقة أبيس على 495 فدان، بتتعمل فيها جامعة اسكندرية الأهلية والدولية، وبيتنقل فيها بعض الكليات اللي كانت متناثرة موجودة في اسكندرية عشان كله يبقى في مكان واحد ومجمع واحد، ودي إن شاء الله مخطط الانتهاء منها على السنة القادمة بإذن الله. في مجال الرعاية الصحية
الدولة استثمرت 5.5 مليار جنيه، ده بخلاف المشروعات بتاعت حياة كريمة. ولكن يمكن نشوف مدى زيادة أعداد المرضى اللي تم علاجهم على نفقة الدولة. نسبة الارتفاع في اسكندرية 86%، في البحيرة 110% في 8 سنوات دول. وده انعكس طبعا أيضا في إجمالي النفقات اللي أنفقت على يعني العلاج على نفقة الدولة، من 173 مليون جنيه في اسكندرية إلى 672، وفي البحيرة من 192 ل 765 مليون جنيه. كل دي الدولة المصرية هي اللي بتقدمها للمواطنين، عشان نؤكد إنها مش فقط عملية الإنشاءات والبناء، بالعكس التركيز على الإنسان والبني آدم المصري. والنهاردة إن شاء الله بنفتتح بالفيديو كونفرنس عديد من الصروح، ومنها مستشفى كوم حمادة المركزي في البحيرة، واللي بتكلفة أكتر من 770 مليون جنيه. لكن عندنا نماذج أخرى تم تطويرها، مستشفى رشيد العام، المعهد الطبي بدمنهور، المستشفى العسكري. اسكندرية فيها العديد من المستشفيات اللي تم رفع كفاءتها وتطويرها وإنشاء جديد ليها، ده كل ده بخلاف حياة كريمة. في مجال الحماية الاجتماعية 33 مليار جنيه الدولة المصرية أنفقتها لخدمة المواطن المصري. برنامج تكافل وكرامة 14.5 مليار جنيه لوحده، 1.6 مليون مستفيد منهم، بالإضافة ل 91,000 مستفيد من ذوي الهمم. ده بالإضافة لقروض ميسرة اتعملت، أو قروض نقدر نقول عليها يعني من غير فوائد خالص. لكن نبص الحجم اللي بقوا بيستفيدوا النهاردة من برنامج تكافل وكرامة في المحافظتين، قفز بنسب في اسكندرية 4 أضعاف، وفي البحيرة حوالي 6 أضعاف النهاردة، عشان الدولة توصل للمستحقين في هذه الخدمات. لكن كمان أحد أهم المشروعات اللي الدولة المصرية توسعت فيها، ولولا هذه المشروعات كنا هنبقى ربنا وحده اللي عالم كنا هنواجه أزمة عاملة إزاي في موضوع الأمن الغذائي، هو كان مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع. والبحيرة واسكندرية كان ليهم نصيب كبير إن تزود فيهم فقط سعة تخزينية 390,000 طن. يعني هو كان كل اللي موجود فيهم 250,000، النهاردة بقينا 640,000.